في محاكاة موندياليه لما سيكون عليه مستضيف كأس العالم بعد سنة من الآن، تحتضن قطر النسخة المصغرة من العرس العالمي كأس العرب. التظاهرة العريقة العائدة من جديد بعد توقف دام 9 سنوات كاملة، يسعى من خلالها بلد الأوريكس إثبات استعداده التام لإنجاح التظاهرة العربية وإسكات من شكك بقدرتها على تنظيم النسخة العالمية الكبرى. المونديالية الذي تستضيفه الدوحة إلى غاية 18 ديسمبر بعبقه العربي الخالص من مستضيف إلى منتخبات مشاركة، فدرع يروي تصميمه الثقافة العربية من المحيط إلى الخليج، لقب بثقله يتصارع من أجله 16 منتخبا في صورة فرسان أرض فلسطين المرابطين، أفناك الجزائر ونسور قسيون سوريا وقرطاج تونس وفراعنة مصر وصقور جديان السودان وأبطال أرز لبنان وآخرون. هي المرة الأولى التي تقام فيها كأس العرب تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي فضل أن يعيد تظاهر المنبثق تاريخ نشأتها عام 1963 لتكون بروفا مصغرة عن العرس العالمي. فهل ستنجح قطر في امتحانها المنتظر؟